بهشي يا دتي وذا مذباي يجري وذا بربوري يا دتي كده ما ده أهرت يا دتا تاسو كلام الصوماليا ما وصل مرين هوي هل كان إنه تاجن هاي وتعالى ده أفر التوانك أكتوبر يدو ما أنت نيكو أستيسن تا أفر التوانك أكتوبر أو كسوري تلحس أنا كده مرك هل كان وكده عي حسوق يقرحي وينا وضد بدن يكل أذين ما أنت وحال كان سوي ميت أو سوي صباحي شعب كه الصومالية ده كده قن مجال ده مقدسه يمسؤولين تا دولة فدرال الصومالية وهو رأي قدومي هقبل كبنادر يجوا هالكاني شعب كه وجهذي وحي لحسن كار هالكاني كده عي يولي بحصوص تا كله هي أمضى الصومالية قدوميها يعني شعب كه هالك سوي مد يولي بأمضى الصومالية وقول باقي إنك قيد قاتان الله هديك شو بده عندما ده دولة فدرال الصومالية هديك لو قدوم قيس ده كله وحقارت كل هذا اللي قارك من ذاتك يمد على ده أنا أفر تبعك أكتوبر سي أي حصان مالن تان وأهمالن حصوص مرجلة كل شعب الصومالية مساكينة يا محمد جلبسن يا قاركود لقيا بني ساك سود كدين ومارة مساكينة يقودين عين قفك لبة صدق رح يدي لي ودريم كرتين وحوية إلهي نواتولي هاي ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما قفك قف مؤمن الدلو أو سبرار الدلو أمال كيس وجهنم ورا إله سبحانه وتعالى إلهي بان أعرضه إلا يشنكو دي يا كسار ارتعي داسي حسوس وين يقول لي هذا هاي أو أن دقمينين أو أن ترمينين أو أن ودد مركان صام مرابا يسوير ميسو بهشي يا دتي وذا مذهبا يجري وذا بربري يا دتي كده ما ده أهرت يا دتا تاسو كلام الصومالية ما وصام مرين هايو هاي سوك يا إنا ندعينه إنا ما هي ريحنا أنسي تصنا إنا يسن إلا وين إنا ولقيت رات كانوا أهادو تعالى أو هذا ما عمله وايا مد رسمي إنا نقطه أنا رجعني له دو إلى هيرا ضد كوه حاوق باقين قال إسكاليان هو إسكاليان خواريستا هو إسكاليان واكب دي كبل عبطي أيضا ما ذي إن هدا إلا قالين والله صعدا كرباش هو كل صعدا جدهنا يا الله قرصني وح قرصته ويكو قرصان أكمل حلو مع ذي إن عندك أنت أدعينه ما أنت سوى حيل مالي على إلوبك الرياض ما أنت سيتي وما أنت بدن لما هذي ده شعب سمالي لما هذي ما أنت سوى مالي إلوبك كرين ما أنت هكا محوجوك نارد سوى مالي نوجوكان إن أنا ندعينا ليك أبحينا ولا لا نشيد أنت كل أنت إن أنا ندعينا أديك أبحينا هكا نوحان وماني إن أنت كسيتي دنت أدعينا بلنتين وقولا مجاري بلنتين وقولا مجاري شعب كانوا وحان وباقينا إلي ديك بحيان قفكي ديك بحيان نفبو بحيي marka waxaan ugu baaqaynaa inay bangiga dhiga tagaan inay daljirka yimaadaan inay lambar 4 tagaan inay walaalahooda ciidanka ee qaranka ee cadawga u babac dhigayo ee ciribtirkiisa ku jiro kooda dhaawaca inuu san dhiglaan ku dhicin dhigooda ay ugu deeqaan